طيب تعالوا نبتدي بقى النهاردة، عشان هيبقى في حكاوي كتير وهنتكلم، يعني هيبقى في أحاديث جانبية كتير النهاردة، عشان النهاردة احنا بنتكلم في موضوع مش شائك، بس الناس عادة لما أي حد مثلا بيتكلم على فكرة السيكولوجي، الناس بتيجي في دماغها فكرة المجانين بقى اللي بيشدوا في شعرهم دول اللي بيطلعوا في التلفزيون. المنتل إلنس ده حاجة كده زي الجرب يعني، أو حاجة زي إن البني آدم مثلا بيتعاقب من ربنا عشان هو بعيد عن ربنا بأي شكل من الأشكال. فكلمة سايكولوجي في حد ذاتها من الكلمات اللي هي مفيش اتفاق على معناها بيننا إحنا كمجتمع وبين الناس التانية اللي هي مش بس حوالين العالم، لأ كمان في التاريخ. يعني زمان قوي ما كانش حد عارف ازاي الدماغ بتشتغل، وكانوا دايما مفترضين ان لو اي حد عنده خلل من اي نوع ما كانوش بيقولوا ان هو عنده مرض او ان هو عنده حاجة يعني في دماغه، هم كانوا متخيلين فيه روح شريرة، الروح الشريرة دي مسيطرة عليه، فكانوا بيفتحوا فتحة في الدماغ في القورة من فوق اسمها التربانة، وعلى فكرة القدماء المصريين كانوا بيعملوها. كان الهدف من الفتحة انه يفتحوها في الدماغ دي ان هم يطلعوا روح الشريرة من الدماغ يعني. بعدين مع الوقت الدنيا اتطورت شوية، وجينا في مرحلة من المراحل الناس ابتدت يعني تتوقع ان ممكن يكون الخلل مش بسبب ارواح شريرة ولا اي حاجة، احنا ممكن تكون عندنا مشكلة مثلا في السوائل اللي في الجسم، نسبة الدم للمية للسوائل بتاعة الكبد للسوائل مش عارف ايه. هم متخيلين ان النسب دي، هم في 4 سوائل اساسية في الجسم اللي هو الدم والمية والبايل والبلاك بايل اللي هم الحاجات اللي الجسم بيفرزهم، كانوا متخيلين ان هي السبب في الناس عندها خلل. فكانوا اكشلي بيوصفوا للناس حاجات ادوية مثلا زي حاجات تعمل اسهال عشان خاطر يتخلصوا من المية الزيادة اللي في الجسم، او حاجات اللي هي تحسها يعني بالنسبة لنا دلوقتي طبعا مش منطقية، بس بالنسبة لهم هو ده كان العلاج. بعدين مع الوقت ابتدوا الناس تقتنع على فكرة ان ممكن يكون السبب في الخلل ده حاجة داخلية جوه الدماغ نفسها، وان احنا محتاجين نفهم الدماغ اكتر. الكلام ده مثلا في 1906 كده تقريبا. بعدين في 1970 الناس ابتدت تقول لا على فكرة الخلل النفسي ده مش بس جاي من جوه، هو جاي من جوه يعني في الهرمونات وفي السب كونشس وكده، وفي نفس الوقت هو جاي من مؤثرات خارجيه. مؤثرات خارجيه بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو عندي عايشه في انفايرمنت كلها ستريس، ده هيخليني اديفلوب انكزايتي وحاجات كده. فالانفايرمنت اللي حوالينا بقت جزء من السبب اللي بيخلينا ممكن يكون عندنا يعني حاجه مش مظبوطه. مش هنقول ان هو خلل، بس هو حاجه مش مظبوطه. ليه بحكي الهيستوري بتاع المنتال ايلنس؟ احنا اصلا مش هنتكلم على الايلنس، احنا بس هنتكلم على السايكولوجي اللي هو معناه how the mind works. بس انا كنت عايزه اقول لكم ازاي الدنيا اتطورت في ان الناس زمان كانت شايفه ان هو عمل شيطاني، لدرجه ان هو البني ادم اللي هو عنده الخلل ده غالبا بيبقى عمل حاجه سيئه في حياته عشان كده ربنا بيعاقبه، وكانوا ما بيقولوش على اي حد ان هو عيان وينشروا الخبر، كانوا بيحبسوه في الدنجن او في البيزمنت من غير علاج من غير اي حاجه لحسن حد يعرف انه عيان، لان دي كانت وصمه في حق العائله ان فيهم حد يعني سيء لدرجه ان هو يتعاقب العقاب ده. وكانوا بيجيبوا مثلا الكاهن او ايا كان حد من رجال الدين يعمل الاكسورسيزم. الاكسورسيزم اللي هو بيبتدي يحاول يطلع منه الشياطين. خلاص ده كان زمان مفهوم الناس القديمه عن the working of the mind. بعدين ابتدوا يفكروا انها ممكن تكون في فعلا كائن جوه اللي هو الكائن اللي هو الشرير ده، فكانوا بيفتحوا الفتحه في الدماغ عشان يطلعوها. طيب ده يوصل لنا ايه؟ ده يوصل لنا ان البني ادم لغايه النهارده ما كانش عارف الدماغ بتشتغل ازاي. وبالتالي دلوقتي لو احنا جينا نتكلم على علاقه الارت بالسايكولوجي هنلاقي ان الموضوع اختلف عبر العصور. يعني هل زمان كانوا بيعبروا عن مكنوناتهم الداخليه ولا لا؟ لان مكنوناتهم الداخليه دي تعتبر من عمل الشيطان مثلا، ولا هم دلوقتي لما بيعبروا عن نفسهم بيعبروا عن نفسهم يعني على اي اساس؟ بيعبروا على نفسهم اللي من جوه ولا شكلهم اللي من بره؟ ولا بيعرف نفسه الارتست ازاي؟ الحاجه التانية، لو انا بتفرج على الارت، انا مش ارتست، انا بتفرج على الارت، انا
the working of the mind بتاعتي مختلفة عن اللي جنبي، مختلفة عنك، مختلفة عنك، فكلنا ممكن نشوف نفس ال piece of art وكلنا نحس إحساس مختلف أو تجيلنا أفكار مختلفة أو مشاعر مختلفة. فالارت طلع حاجة بقى مهمة جدا بالنسبة لفهمنا ليه دماغ الإنسان بتشتغل إزاي. وقبل ما نبتدي نتكلم بالظبط في يعني علاقة الارت بالسايكولوجي، محتاجين نلعب لعبة صغيرة. انا هطلع لكم صور، وكل صورة من دول انت محتاج تقول لي كلمة واحدة ظهرت في دماغك اول ما شفت الصورة دي. اوكي، اتفضل. روان ومحمد. فراشة. فراشة. محمد كنت شايف ايه؟ فراشة. فراشة. ياسمين. خفاش. خفاش. حد تاني شايف حاجة تانية؟ خد بالك انت مش لازم تشرح او تقول كلمة توصف اللي انت شايفه بالظبط، انت بتقول اول كلمة ظهرت في دماغك اول ما شفت الشكل ده. ممكن تكون حاجة ملهاش علاقة بال، مش لازم تكون حاجة ليها علاقة بالشكل المرسوم شبه ايه في الحقيقة، لكن ايه الكلمة اللي جت في دماغك اول ما شفت ده؟ ممكن تكون احساس. محي الدين. أنا شفتها دبانة الصراحة. دبانة. اوكي، بس يعني كل حاجات بتطير، خفاش والدبانة والفراشة. طيب مين كمان؟ محدش مثلا فكر في ان هو ايه القرف ده، حاجة disgusting مثلا، او محدش فكر اللي هو ايه ده، دي حاجة شكلها مرعب قوي. محدش فكر في احاسيس كده؟ فكرنا بس احنا بنوصف دي الاوبجكت نفسها مش الفيلينج يعني. لا، ما هو انت لازم تقولي اول كلمة جت في دماغك ايا كانت بقى، هل هي الاوبجكت نفسه، هل هي احساسك، هل هي فكرة جت في دماغك او ما شفتيها او لا. الخلاصة من الاكسرسايز ده ان احنا هنكتشف ان احنا كلنا، احنا يعني 39 واحد وغيري انا، احنا 40، كل واحد فينا ممكن يشوف ده بطريقة مختلفة وهيوصف احساس مختلف وكلمة مختلفة جت في دماغه لما شاف الحاجة دي. دي مثلا انتوا شايفين ايه او سامعين او حاسين بايه؟ واحد فاتح بقه مثلا وبيصرخ او كده. اوكي، جديدة دي بس. اوكي، ها مين تاني؟ انا شايفاهم زي اتنين من الاقزام الحديقة دول اللي بيبقوا لابسين قراطيس حمراء. اوكي ماشي، اتنين من النومز بتاعت الحديقة. عادل اتفضل. انفجار. انفجار. اوكي طيب مين كمان؟ انفجار، اقزام الحديقة، واحد فاتح بقه بيصرخ، كل دي حاجات عظيمة وكلها حاجات مختلفة عن بعض جدا. ها مين كمان؟ two babies بينزفوا. two babies بينزفوا. اوكي ياسمين. هو الأحمر شايفاه عين وبق، والأسود شايفاه فيلة بيضة. اوكي فيلة. شفتهم two penguins. two penguins. اوكي، انتوا اجاباتكم متنوعة جدا جدا ودي حاجة حلوة، لأن هو ده اكزاكتلي اللي احنا عايزين نوصل له. رانيا. شايفة ان هما كأنهم زي lungs مثلا. اوكي روان. انا شفتهم قطة. قطة. اوكي طيب، حد فيكم شايف الباليرينا؟ حد فيكم شايف الباليرينا دي، ده فستانها ورجلها؟ لا. شفتها لما عليك قلت عليها. بعد ما انا قلت عليها. طيب انتوا خدتوا بالكم اللي حصل دلوقتي؟ هي نفس الرسمة، كلنا كل واحد طلع بفكرة في دماغه حسب ما هو شافها ازاي. وده بيدل على ايه؟ ده بيدل ان كل واحد فيكم دماغه مختلفة عن التاني، بتبرسيف الكالرز واللاينز بطريقة مختلفة. وفي نظريات كتير قوي على الموضوع ده، في واحدة مهمة جدا بندرسها في قسم عمارة اسمها الخستالت ثيوري، ان هي ازاي عينك بتعمل بتكمل الاشكال بنفسها عشان تطلع لك اشكال اللي ينفع انت تفهمها بدماغك. مش هنتكلم على الخستالت ثيوري النهاردة، بس احنا بس بنحاول نوريكم ازاي كسايكولوجي وايز
كل بني ادم فيكم الوركينج اوف ذا مايند بتاعته مختلفه، وبالتالي انت هتبرسيف الارت بطريقه مختلفه، ولو انت بتبروديوس ارت برضو هتبروديوس بطريقه مختلفه. طيب فضل صورتين، الصوره دي ايه؟ فيس شرير. فيس شرير واخد شكل في نبات في الكريسماس كده، شكل اسمه اوكي. ماشي، مين تاني؟ هو انا شايفاهم يعني كلبين ومدين ظهرهم لبعض. اوكي برضو ممكن. ماشي روان وروان، عايزين ايه بقى؟ شايفين ايه؟ وانا شايفة زي اتنين حيوانات كده، هما ماسكين في حاجة في النص، واللي في النص دي انا شايفاها كأنها اللي هي ساعة الرمل دي. اوكي برضو. وانا شايفة كذا كذا خفاش ماسك في بعض، يعني خفاش كتير قوي ماسك في بعض. اوكي اجاباتكم حلوة جدا، يعني اجاباتكم بتبين قد ايه في تنوع فعلا في طريقتكم في ان انتوا تشوفوا الاشكال. حد تاني؟ بسنت. هو انا حاسه ان هو ده يعني فور في النص او حاجه، وفي حاجتين من اليمين والشمال بيحاولوا ان هم يمسكوا. اوكي ايه كمان؟ انا شايفه القطه بتاعت أليس إن وندرلاند. ايوه برضو صح، ممكن. طيب نبص على اخر واحده. مين بقى شايف ايه؟ ياسمين. هو انا مش عارفه ايه ده بالظبط، بس شكلها حاجه مقرفه. شكلها حاجه مقرفه. اوكي بسنت. لا انا مش كنت عامله بغلط. اوكي روان. روان وليد. يعني مثلا ايرثكويك ودي فجوه في الارض. ايرثكويك وفجوه في الارض. روان محمد. وانا شايفه كلب وميررد، والكلب ده بيصرخ، وفي في بني ادم واقف في النص. ده فيري سبيسيفيك بس اوكي. ماشي محمود. انا شايف ان هو وحش وليديل. وحش وليديل. طب انا لو قلت لكم انا شايف ايه هتتريقوا عليا. عارفين عارفين تيمون وبومبا؟ انا شايفه بومبا. ايوه اوكي. طيب مين تاني؟ انا شايف وحش ومدي ظهره وليه ودنين، معرفش. ما هو الودنين دول انا شايفاهم برضو ودنين، بس شايفه ان ده بومبا، يعني حسن ده بومبا بتاع لاين كينج، معرفش ليه. اوكي ماريا. تو بوتس وعمود نور في النص. تو بوتس. اوكي انا شايفه واحد بيتخانق مع وحش الصراحه. طب هو فين الواحد؟ يعني الصغنن اللي هو ما بينه اتنين فراغات ده، والوحش هو الكبير قوي. اوكي طيب ياسمين. هو انا شفت حاجه اللي هما الستات بتوع زمان اللي بيلبسوا فساتين كبيره قوي دي، في زي اتنين، واحد على الناحيه دي واحد على الناحيه دي. اوكي وفي بقى غريبه طبعا اللي هي واقعه دي، مش عارفه ايه. اوكي حلو برضه لطيف. عادل. هو حاسه ازاي ظهر كرسي غريب عامل زي بتاع جيم ثرونز كده. اوكي ظهر كرسي. مين تاني؟ محمود انت رافع ايدك، نسيت ولا عايز تقول حاجه تاني؟ لا لا انا مش هنزل. اوكي طيب حد عايز يقول حاجة؟ عبد الرحمن. اوكي طيب تعالوا بقى نبص على اللي انتوا عملتوه ده. اللي انتوا عملتوه ده عبارة عن ايه؟ ده عامة تيست. التيست ده هنتكلم عليه في اخر المحاضرة تاني. هو بيستخدم في تشخيص اذا كان البني ادم عنده مشكلة او لا. التشخيص هنا بيتم ازاي؟ الناس لما بتبص على الاشكال، مش الفكره ان انت لو شفت مثلا كرايم سين ولا شفت دم ولا شفت اي حاجه تبقى انت كده تويستد، ولو انت شفت حاجات مبهجه وورد وحاجات كده تبقى انت بني ادم كويس خالص. الموضوع ملوش علاقه خالص بان انت شفت ايه وما شفتش ايه. الموضوع له علاقه انت كبني ادم بتبص على الحاجه ازاي. هل بتبص على الاوتلاين
ولا بتبص على النيجاتيف سبيس اللي هو الفاتح مش الغامق، ولا بتبص على الالوان، ولا بتبص على الديتيلز التفاصيل اللي موجوده، وكل واحده من دول بتدل على حاجه في شخصيتك. طيب ايه النقطة بقى اللي احنا عملناه ده بالارت؟ لازم من الاول نفهم هو ايه السايكولوجي. زي ما اتفقنا زمان السايكولوجي ما كانش له تعريف، ما كانش الناس فاهمه يعني ايه. هو عامه هو الوركينج اوف ذا مايند. لو انت دلوقتي دماغك دي هي مركز الافكار، الافكار مرتبطه بحاجتين تانيين، الافكار مرتبطه بالمشاعر ومرتبطه بحاجات تالتة اللي هي البيهيفير او السلوك. فلو انت دلوقتي عندك الثلاث حاجات دول مع بعض بيحصلوا مرتبطين ببعض في نفس الوقت، لو انت شفت هالتريجر، لو انت شفت صوره زي دي مثلا، هيحصل لك ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه ان انت مثلا هتقول ايه ده، دي وحشه قوي، دي فكره خلاص، هتحس انها يعني مضايقاك، هتحس ان الصوره فيها عامله لك احساس بالمضايقه. هتعمل بيهيفير ان انت هتقفل وشك كده وتعمل وشك يعني تقرف من الحاجه اللي انت شايفها وهكذا. فبالتالي اي تريجر قدامك ان شاء الله بقى، كان مبنى، كان كتاب، كان اعلان، كان لوحه فنيه، كان عربيه ماشيه في الشارع، كان اي حاجه، في اي حاجه انت بتشوفها كاكسترنال ستيمولاي بتبقى عباره عن بتترجم جوه دماغك في ثلاث حاجات: البيهيفير والاكشنز والبيهيفير والثوتس والايموشنز. وده بينطبق على كل حاجه في حياتك. يعني انت حتى لما تيجي تذاكر، انت بتذاكر وبعدين تحس ان انت فاشل قوي عشان انت مش فاهم حاجه، فدي الفكره خلاص. فلما لما تقول لنفسك انك فاشل، تحس انك متضايق او تحس ان انت مش نافع في حاجه، فتقوم الاكشن بتاعك ان انت ما تذاكرش. فلما ما تذاكرش ايه اللي يحصل؟ تحس ان انت فاشل مش عارف تذاكر وهكذا. فاللي بيحصل ده عباره عن ايه؟ عباره عن لوب بتحصل جوه دماغك، الاكشنز والبيهيفير، البيهيفير والثوتس والايموشنز كلهم مرتبطين ببعض. ازاي الحاجات دول بقى بيتعاملوا مع بعض جوه دماغك؟ تختلف من بني ادم لبني ادم، لان مش كل البني ادمين هيفكروا نفس الافكار وهيحسوا نفس المشاعر وهيتصرفوا نفس التصرفات تجاه نفس المؤثر الخارجي ده. فلو احنا بنتكلم دلوقتي على ان السايكولوجي هو عباره عن how your mind function او how your mind work، فاحنا عندنا اتنين بني ادمين مرتبطين بالارت. اول حاجه هو البني ادم اللي بيرسم الحاجه، البني ادم ده له his own psychology his own ideas، وفي نفس الوقت في البني ادم المتلقي للارت ده اللي هو اللي بيشوف الارت وبيحس باحساس مختلف كل ما بيشوف ارت، يعني من ارتست مختلف بيحس باحاسيس مختلفه وافكار مختلفه وبيهيفيرز مختلفه. فاحنا هنبتدي النهارده نتكلم على ازاي الارت بيرفلكت الارتست فيلينجز والافكار بتاعته والايموشنز بتاعته، وفي نفس الوقت هنشوف ازاي الارت بيأثر على البيبل فيلينجز اللي بيتفرجوا عليه، وازاي ان هو بيريليت تو ذم، وازاي ان هو ممكن يساعدهم كمان يتخطوا يعني مشاكل كتير جدا ممكن يكونوا تعرضوا لها يعني over the years. طيب زي ما اتفقنا احنا اتكلمنا على ازاي البني ادم الworking of the minds، الناس ما كانتش عارفة ازاي دماغ بتشتغل، وازاي ان احنا كارتست او كناس بتبرسيف الارت، كل واحد فينا الworking of the minds بتاعته هتأثر يا اما على الارت اللي هو being produced يا اما على الارت اللي being perceived. تمام؟ حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ اوكي طيب زي ما اتفقنا المفروض ان السايكولوجي اوف الارتست هتظهر في الارت بتاعه. ولو احنا ابتدينا نتكلم في التاريخ هنلاقي ان زمان قوي الارتست ما كانش من حقه ان هو يعبر عن نفسه ومكنوناته الشخصيه. في الانشنت تايمز مثلا كان الارتست ما كانش بيعبر عن الايموشنز بتاعته، ده كان بيعبر عن الكالتشر اللي هو جاي منها، اللي اتعلم ان الارت لازم يبقى بالطريقه الفلانيه، لازم يكون مفيد، لازم يكون يعني مش بس مفيد، ميتيت الطبيعه بنفس الشكل بالظبط. فما كانش عنده فرصه ان هو يبتكر او يستخدم الايموشنز بتاعته في الرسم، فكانت كل الحاجات اللي كانت مرسومه بتيميتيت الطبيعه بشكل ما يخليش الارتست يقدر يبتدي يعني يتصرف من دماغه. الكلام ده حصل امتى؟ الكلام ده في الانشنت تايمز وفي الميدل ايجز. لما ابتدينا ندخل في الرينيسانس بقى الدنيا ابتدت تختلف شويه. ليه الدنيا ابتدت تختلف في الرينيسانس؟ لو فاكرين هما كانوا بيعملوا ايميتيشن للطبيعه بس كانوا مش بيعملوها بالظبط، يعني ما كانوش بينقلوا الطبيعه، كانوا بيستوحوا من الطبيعه.
يعني بدل ما ياخد شكل الوردة كان بياخد مقاسات الوردة وأبعادها، بدل ما كان بياخد يرسم الحاجة زي ما هي بالظبط هو كان بيحط his own imagination عليها. ففي الرينيسانس ابتدت الدنيا تختلف شوية، لأن في الرينيسانس الناس ابتدت تتال stories من الإيماجينيشن. يعني مثلا المرة اللي فاتت لما شفنا باندوراس بوكس في الايكونوغرافي، هما صورتين مختلفين لبنتين شكلهم مختلف، شعرهم مختلف، لبسهم مختلف، ماسكين واحدة ماسكة جار واحدة ماسكة بوكس. ايه اللي حصل هنا؟ هو كان كل واحد من الارتست في وقت الرينيسانس كان متخيل باندورا بشكل معين، فمن من وحي خياله، من تفكيره، من دماغه شخصيا، يعني هو ابتدى يتخيل شكلها عامل ازاي ورسمها. نفس الموضوع حصل في الرسمة اللي قدامنا دي. انتوا عارفين ال 9 levels of او 9 rings of hell. دانتي ده كان واحد من الناس اللي هي بتكتب، يعني كان روائي كاتب الجورني بتاعته through hell، ال 9 rings بتاعت ال hell، ودي كانت حاجة مكتوبة. في حد بيقول حاجة؟ ايوه الفيلم دي دانتي اسمها، شوف الملحمة بتاعتها. والفيلم ده اتذكر في حاجات كتير، يعني القصة دي اتذكرت في حاجات كتير، منها الفيلم بتاع انفيرنو بتاع دانتيز انفيرنو، اللي هو في الفيلم بتاع روبرت لانجدون اللي هو توم هانكس، نفس السلسلة بتاعت دافينشي سكود. دانتيز انفيرنو ده هي كانت قصة مكتوبة بتحكي عن رحلة دانتي في الناين رينجز اوف هيل. اللي احنا شايفينه قدامنا ده حد متخيل الناين رينجز اوف هيل شكلهم عامل ازاي، متخيل ازاي ان دانتي هو داخل كان في مين بيستقبله وماسك ايه، وكان شكل الانفايرمنت فيها عامل ازاي. ممكن حد تاني يحاول يتخيل دانتيز هيل، ممكن يرسمها بشكل مختلف خالص، ممكن يبتدي يرسم الكاركترز. هو مثلا دانتي كان بيقول في كل دايرة من الدوائر بتاعت الهال هيبقى في حد بيتعذب بطريقة معينة، ناس معينة بتتعذب بطريقة معينة، هو كان شارحهم كوصف في الكتابة. فالارتست بقى من حقه يتخيل شكلهم عامل ازاي، هما بيتعذبوا او الادوات اللي بيتعذبوا بيها وهكذا. وهنا بقى ابتدت تظهر ان في الرينيسانس ابتدت تظهر ان الناس بتحط التاتش بتاعها في الارت، ولما ابتدت تحط التاتش بتاعها في الارت هي بتنقل من الطبيعة او بتنقل من القصص، بس في نفس الوقت هم حاطين الفيجن بتاعتهم او وجهة نظرهم او التخيل بتاعهم. لو بصينا هنا ده برضو دي من لوح الرينيسانس. زمان كنا بنقول ان هم بيعملوا، لو حد عنده مشكلة نفسية كانوا بيعملوا التربنة اللي هو بيفتحوا الدماغ، او ان هم بيعملوا الاكسورسيزم. لو بصيتوا هنا في الحتة دي هتلاقوا ان هنا دي ديمونز، الراجل الغلبان اللي نايم ده، والارتست هنا تخيل شكل الديمونز عاملة ازاي، هم مش موجودين في الحقيقة، هو عارف ان في ديمونز وعشان كده احنا محتاجين الراجل ده يجي يعمل الاكسورسيزم، بس at the same time هو تخيل الديمون شكلها عامل ازاي وابتدى يحط التخيل بتاعه ده في الارت. فهنا بقى كان في الرينيسانس الناس ابتدت شوية تحط التاتش بتاعها، بس ما زالت بتوصف حاجات حقيقية. يعني هنا كان بيوصف حاجات كتاب مكتوب، قاعد يتخيل في دماغه الصور اللي كان دانتي بيشرحها شكلها عامل ازاي، هنا برضو كان بيتخيل الديمون شكلها عامل ازاي. هنا برضو يعني ده مش شرط يكون مشهد حقيقي، هم هنا حد بيعمل عملية للراجل في دماغه عشان يطلع منه الايفل وكل الكلام ده، بس ما حدش قال ان ده مشهد ممكن يكون من الحقيقة، لان هو الراجل ده ما فضلش قاعد كده مثلا 6 شهور عشان يترسم. فهنا في الرينيسانس ايه الدنيا ابتدت شوية الى حد ما يبتدوا ايه يحطوا الايماجينيشن بتاعهم. والايماجينيشن ده جاي من فين؟ جاي من دماغهم اللي هي فيها افكار ومشاعر مختلفة، وكل واحد هيرسم نفس المشهد من دماغه هيرسمه بشكل مختلف. طيب لو احنا بصينا بعد كده في التاتش اللي الواحد بيحطها دي، كان زمان في الاول الناس بتحط التاتش بتاعها في حاجات حقيقية، وبعدين لو بصيت على كل لوحة مختلفة عن التانية هتبتدي تاخد بالك ان مثلا فلان الفلاني دايما بيرسم الديمز مثلا بشكل معين، او فلان الفلاني دايما بيرسم الورد بشكل معين. فهنا بقى ابتدت تظهر حاجة تانية جديدة اسمها الايدنتيتي. الايدنتيتي دي معناها ايه؟ معناها كل بني ادم لما بيجي يرسم، طول ما هو مش في الانشنت تايمز، طول ما هو عنده الحق ان هو يعبر عن نفسه، هيبتدي يعرف نفسه هو شايف نفسه ايه. في ناس شايفه نفسها ان هي من عيله محافظه، في ناس شايفه نفسها انها
من اهل الدين، في ناس شايفة نفسها انها معلمة اجيال، خلاص. فكل واحد فينا له فكرة هو بيعبر عن نفسه بيها او شايف نفسه ازاي. وابتدت في الارت تظهر فكرة الايدنتيتي. والايدنتيتي ابتدت تظهر ازاي؟ اول حاجة حصلت ان الناس بدأت ترسم نفسها، تبص في المراية وترسم نفسها وتعمل حاجة اسمها سيلف بورتريه. السيلف بورتريه هو طريقة الارتست في التعبير عن نفسه، انا برسم نفسي عشان انا شايفني كده وانا برسمني، خلاص. وده يعتبر بداية السيلفيز ايفر، يعني اول سيلفي في التاريخ كانت الصورة دي اللي هي 1390 ل 1441. لو فاكرين الراجل ده اللي كان راسم المرة اللي فاتت، يان فان ايك، ده اللي كان راسم الراجل ومراته واقفين في البيت والشبشب جنبهم وحاجات كده. ده الراجل ده كان واقف في المراية وشايف نفسه وراح راسم نفسه زي ما هو شايفها. نفس الكلام البني ادم ده كان راسم مينيتشر كوين كده، رسم عليها وشه برضه. فدي كانت the world oldest selfies ever، ان البني ادم يبتدي يعبر مش بس عن افكاره والايماجينيشن بتاعه زي الديمنز اللي هنا، لا ده كمان ابتدى يعبر عن نفسه والايدنتيتي بتاعته، هو شايف نفسه ازاي وابتدى يرسم نفسه بالمنظر ده. نسأل سؤال، ليه الراجل ده اللي ما رسم نفسه رسمه لابس البتاعة الحمراء اللي على دماغه وشكلها مكعبل دي؟ ما هو اكيد ليها سيجنيفيكانس عنده، اكيد هو شايف نفسه كده. لو هو مثلا كان راسم نفسه لابس تاج كان هيبقى شايف نفسه حاجة تانية، لو انا شايف نفسه مثلا ملك. لو هو كان راسم نفسه لابس مثلا كروس او حاجة من الحاجات اللي هي الرموز الدينية، كان ده معناه ان هو بيعبر عن نفسه ان هو religious. فابتدت الايدنتيتي تظهر في الارت، ان انا ما بقتش بس بحط ماي ايماجينيشن في الرسومات، انا بقيت بحط نفسي انا وانا شايف نفسي ازاي في الرسومات. وموضوع سيلف بورتريه ده ابتدى يتطور جامد قوي وابتدى ينتشر. ناس كتير قوي كانت بترسم السيلف بورتريه بتاعها، زي مثلا ريمبران هنا في الصورة دي كان بيرسم نفسه في اعمار مختلفة، يعني مثلا في فرق بتاع 5 10 15 سنة ما بين كل صورة من دول. هو ده نفس البني ادم كل مرة بيرسم نفسه لابس لبس مختلف والخلفية عن مختلفة، احساسه بنفسه مختلف. يعني مثلا هتلاقوا هنا ان هو هنا لابس الطاقيه لونها اسود، وهنا لابس الطاقيه لونها ابيض، هنا لابس الطاقيه لونها احمر. هو بينقي هو عايز يعرض نفسه للعالم ازاي، شايف نفسه وشه مليان تجاعيد او لا. انا شايف نفسي ان هو ان انا فنان ولازم اظهر الفن ده بان انا ارسم الفرشه والباليت. فهو كل مره بيختلف تعريفه عن نفسه، كل مره مكان بيرسم نفسه بشكل يعني مش ايدنتيكال زي المره اللي قبلها. حد عنده سؤال لغاية دلوقتي؟ اوكي طيب، دلوقتي لو احنا بصينا بقى على موضوع السيلف بورتري ده، في نقطة مهمة قوي عايزين ناخد بالنا منها. زمان يعني من the world oldest selfie اللي هي كانت معمولة سنة 1400 و كل الصور اللي جت بعد كده في الرينيسانس، الصور دي كلها كانت بتوصف البني آدم بشكله بالظبط، يعني عينين مناخير وبق واضح جدا، هنا نفس الكلام اكن الصوره دي متاخده بكاميرا، اسمها فوتو رياليزم او فوتو رياليستيك. فوتو رياليستيك معناها ان هو حاجه بت بت يعني بورتري بيوصف الشخص بملامحه الحقيقيه بطريقه ناتشرال جدا، من غير اي ديستورشن، من غير اي كعبله زي الكاريكاتير مثلا، من غير اي تضخيم، من غير اي حاجه. هو بيحط في الصوره حاجات بتعبر عن الايدنتي بتاعته، لكن فوتو رياليزم معناها ان انا برسم نفسي زي ما انا شايف نفسي في المرايه، او الصوره دي لو كانت اتلقطت بكاميرا كانت هتبقى شكلها كده. هنا كان الهدف من ان الناس تعرض الايدنتي بتاعها عن طريق شكلها من بره، كان لان هم ما كانش عندهم كاميرات، وكان فكره ان انا بحط صورتي على الحيطه او بعلقها في حته، انا كده ايه ده زي ما احنا بنعلق الصور دلوقتي، انت دي حاجه انت بتعتز بيها، فانت محتاج الصوره تبقى شكلها as real او as natural as possible، وده اسمه الفوتورياليزم. طبعا دلوقتي الحاجات الفوتورياليستيك بتبقى اللي هي الحاجات اللي فيها تفاصيل خرافيه والحاجات اللي فيها انعكاسات، والناس اللي بترسم بالرصاص حاجات يعني هايبر رياليستيك كمان مش فوتورياليستيك. بس احنا هنا مش بنتكلم على الهايبر رياليزم، احنا بنتكلم على الفوتورياليزم لما كانوا بيرسموا نفسهم بصوره حقيقيه زي ما هم بيشوفوا نفسهم في المرايه. طيب حاجة حصلت بعد كده، يعني الكلام ده مثلا في أواخر 1600،
حاجة حصلت بعد كده في 1700 وشوية، الحاجة دي غيرت شكل الفوتو او السيلف بورتري فور ايفر. حد عارف هي ايه؟ invention of the camera. exactly exactly the invention of the camera. دلوقتي لو احنا جينا في سنة 1816 الناس ابتدت تبقى ليها صور already captured بالكاميرا. الكاميرا بتكابتشر البني ادم perfectly من بره. فانا دلوقتي كبني ادم انا عايزه اعبر عن my identity، انا مش محتاجه ارسم نفسي من بره لان الكاميرا كده كده هتقدر تصورني وتحط صورتي في اي حته. دلوقتي لو انا ارتست وعايزه اعبر عن مكنوناتي الداخليه والايدنتي بتاعتي، انا ممكن ارسم نفسي زي ما انا حاسس نفسي مش زي ما انا شايف نفسي في المرايه. هنا كانوا بيرسموا نفسهم زي ما هم شايفين نفسهم في المرايه. ليه؟ لان ده كانت الايدنتي بتاعته اللي هو عايز يصدرها للناس. دلوقتي هو الكاميرا بقت موجوده والكاميرا ممكن ترسم يعني توضح الصور الخارجيه دي، لكن الداخلي محدش شايفه. فالناس ابتدت ترسم السيلف بورتريه بتاعها بيعبر عن مشاعرها الداخليه مش شكلها الخارجي. شكلها الخارجي كده كده هيتصور بالكاميرا، فالناس ابتدت تعبر عن احساسها بالوحده بالحزن بايا كان الاحساس اللي جوه البني ادم هو عايز يعبر عنه ازاي في السيلف بورتريه بتاعه. من اشهر الناس اللي ابتدت ترسم السيلف بورتريه بطريقه يعني داخلية أكتر ما هي خارجية كان بيكاسو. بيكاسو هو صغير عنده 15 سنة كان بيرسم نفسه بطريقة لحد ما فوتورياليستيك. هنا وهنا فوتورياليستيك معناه ان هو هنا ده شبه البني آدم نفسه في الحقيقة، العينين والمناخير والتفاصيل الوش. ابتدى بعد كده لما ابتدى يكبر شوية ابتدت الدنيا تختلف شوية عنده، ان هو ما بقاش بيرسم بطريقة فوتورياليستيك، هو ابتدى يجرد ملامح وشه وبعدين ابتدى يخليها شكلها مختلف خالص. بقى هنا عنده 83 سنة في الآخر، من 83 سنة لغاية 90 سنة الكام سنة اللي في الآخر دول رسم فيهم سيلف بورتريز كتير قوي. السيلف بورتري ده مثلا ده اللي هو نفسه كان ابستراكشن من الألوان، وبعدين هنا ابتدى بقى الكيوبيزم بتاعته اللي هي التكعيبية اللي هو يرسم العينين كلها جنب بعض. وبعدين هنا كان شايف نفسه هو، بصوا بقى دي 90 سنة يوم 28 جون، بعدها بيومين 30 جون، بعدها بثلاث ايام 2 جولاي، وبعدها بيوم 3 جولاي. هو كل يوم في الايام دي اربع ايام ورا بعض شايف نفسه ازاي في كل مره، لان هو في الفتره الاخرانيه دي كان عنده يعني حاجات اعراض الشيخوخه والدمنشيا وكده، ورغم كده كان لسه بيرسم. فلما كان بيرسم نفسه كان بيرسم نفسه ناقص حتت، يعني لو خدتوا بالكم هنا ناقص حته ناقص حته هنا برضو ناقص حته. ليه؟ لان هو حاسس نفسه ان هو ناقص حته في دماغه ما بقتش موجوده. ابتدى الملامح بتاعته تبتدي تسيح على بعض، ما بقتش واضحه بالنسبه له، ما بقاش شايف نفسه واضح. من زمان قوي اصلا كان باين عليه ان هو بيرسم يعني عينه اللي هي دي كان دايما فيها مشكله، كان دايما بيعملها بطريقه مختلفه في الرسم. يعني هنا مثلا مش باينه في الاضاءه والظل، هنا تحسها العين دي والعين دي دي اصغر من دي الدايره اللي جوه، هنا لونها اسود خالص، هنا جواها نقطه بيضه. فتحس ان هو كان زمان عنده جايز يكون عنده مشكله في العين دي او حاجه، بس كان دايما العين دي دايما بيحصل يعني بيرفلكت بيها حاجه هو حاسسها جواه. وبعدين لما كبر ومبقاش بقى بيفرق معاه فكره التفاصيل، ابتدى برضو بص شايفين العين هنا المره دي عامله ازاي جنب العين التانية، برضو هنا صغيره وهنا كبيره. هنا بقى خلاص بقت ملامحه كلها اصلا داخله في بعض، وهو بقى شايف نفسه كتله كده مجهوله الملامح. فاللي حصل ايه بقى دلوقتي؟ لو احنا كنا بنتكلم على البني ادم لو كان ابتدى يعبر عن نفسه بالايدنتي بتاعته كان بيرسم صور فوتو رياليستيك عشان خاطر دي كانت الطريقه الوحيده اللي يقدر يكابتشر بيها شخصيته. لما بقى فيه الكاميرات الناس ابتدت تكابتشر الانر سيلف بتاعها. الانر سيلف ده هاو دي سي ذيم سيلفز او هاو دي سي او هاو دي فيل انسايد. حد عنده سؤال؟ دكتور، يعني هم دلوقتي لو عمرنا ما اخترعنا الكاميرا كل الناس طول عمرهم هيفضلوا يرسموا نفسهم as the outer self؟ اكيد طبعا. ما هو ازاي ان هو ليه هيرسم الانر سيلف وهو اصلا عايز يوري للناس الاوتر سيلف؟ ما فيش حاجه تانية، ما فيش تول تانية يوري بيها الاوتر سيلف بتاعه غير الرسم. فالكاميرا كانت هي السبب الاصلي في ان هم يبطلوا يعملوا حاجات فوتو رياليستيك ويبتدوا يعملوا حاجه اسمها expressionist self portrait. اللي احنا عملناه ده اللي احنا اتكلمنا عليه ده اسمه expression للسلف، الانر سيلف،
السيلف بورتري ده بي اكسبرس هاو دي فيل انسايد مش اون ذا اوت سايد، وده بيبريزنت البني ادم على الايموشنال ليفل والحاجات اللي هي جوه المايند. او طيب انا جاوبت كده على سؤالك؟ اصلا انا بفكر ان هو يعني الكاميرا فتحت عالم جديد خالص، يعني لو الكاميرا ما كانتش اتعملت كنا طول عمرنا هنفضل نرسم نفس الحاجه، ولا كان ممكن مثلا الناس تبدا يعني تعمل الرياليستيك وتعمل جنبها حاجه unrealistic. طيب ما هو دلوقتي الكاميرا موجوده بس ما زال في ناس بترسم حاجات فوتورياليستيك، يعني الكاميرا ما لغتش خالص فكره ان الناس ترسم حاجه بطريقه فوتورياليستيك وارسمها ليه ما هي ممكن تتصور. لا، في ناس لسه ما زالت لغايه النهارده بترسم البورتريهات بالطريقه دي، وتلاقي الناس بتتمرن كمان على الرسم في انها تجيب مثلا صور لناس مشاهير وتبتدي ترسمها بالقلم الجاف او قلم الرصاص عشان تتمرن على رسم البورتريه عامل ازاي. بيكاسو شخصيا، الكلام ده في 1896 كانت الكاميرا اوريدي موجوده، بيكاسو شخصيا كان بيرسم نفسه بطريقه فوتورياليستيك في الاول، فبالتالي لا، هو الكاميرا ما منعتش الناس انها ترسم بطريقه فوتورياليستيك، هي بس فتحت افكار جديده او فرص جديده للناس تعبر عن نفسها بقى من جوه، يعني ما بقتش بس ان انا ايه لازم اقدر اكابتشر نفسي من بره. فهي ما زالت الناس بترسم حاجات فوتورياليستيك ما فيهاش مشكله، بس فكره الاكسبريشنست سيلف بورتريه ما ابتدتش تظهر غير لما الكاميرا اتاحت لنا الفرصه ان احنا نبتدي نبص بقى على مشاعرنا اللي جوه مش بس شكلنا اللي بره. كده كده واضحه؟ اوكي تمام، شكرا يا دكتور. عفو، حد تاني؟ طيب لو فكرنا كده مع بعض ان الاكسبريشن السيلف بورتري هي عباره عن زي ما قلنا سيلف بورتري، بيبين البني ادم الامبريشن بتاعه عن نفسه ايه ومشاعره عن نفسه ايه، زي ما قلنا هنا شايفين هو تفتكره ده يعني لما يرسم دماغه ناقصه حته كده ده معناها ايه؟ ما هو ده بيبرزنت او بيكسبرس هيز فيلينج ان احنا هو ناقصه حته بعد ما هي لوست هيز مايند من السن والدمنشيا. فكره الاكسبرشنزم او البني ادم بيبقى بيعمل حاجات هاو ات فيلز مش هاو ات لوكس بقت موجوده في الفن عامه في الفتره دي، يعني في المودرن تايمز، يعني في 1750 ولغايه دلوقتي، واسمها الاكسبرشنزم اللي كانت الفنانين فيها بيرسموا الحياه حواليهم بالطريقه اللي هي شايفين بيها الحاجه، حاسين بيها الحاجه مش هما شايفينها بعينيهم ازاي. يعني من اشهر الناس اللي كانت بترسم بطريقه الاكسبريشنست هو فينسنت فان جوخ. ستاري نايت مثلا دي كانت واحده من الحاجات اللي هو بيرسم فيها النجوم زي ما it feels and not how he sees it، لان في الحقيقه مفيش الاشكال دي بس هو شايفها كده. ولو حد فيكم شاف الفيلم بتاع هوم، الفيلم ده فيلم كرتون كان بيحكي على شخصيه اللي هي البوف، شخصيه يعني شافت اللوحه دي، وبعدين في بنت هيومن جيرل يعني بتتكلم على الالين اللي هو البوف ده وتقول له دي this is not food عشان كان عايز ياكلها، this is art this is these are the stars. فراح هو قاعد يتريق عليها ويقول لها they don't look like that، فقالت له it's not about how they look it's about how they feel. فهو ما فهمش، قال لها دي فيل هات برضه، اللي هو يعني هو مش قادر يفهم فكره ان ازاي الارتست لما جه يرسم رسم الحاجه از هي فيلز، يعني الحاجه بتلوك ازاي مش زي ما هي بجد في الحقيقه هاو دي لوك. ففكره الاكسبرشنزم هنا ابتدت تطلع ليه؟ لان البني ادم بقى ابتدى يعبر عن مشاعره مش بس في رسمته لوشه وشكله زي بيكاسو، بس كمان للعالم اللي حواليه، ابتدى يقدر ان هو يرسم حاجات من الحقيقه بس بيعمل لها ديستورشن جامد جدا علشان يحط فيها ايموشنال افكت. فالديستورشنز اللي بتحصل على الحاجات اللي في الحقيقه هدفها الايموشنال افكت، زي مثلا اللوحه بتاعه سكريم. هنا واضح ان البني ادم ده واقف، الاعوجاج بتاع جسمه وشكل وشه ده كل ده معمول فور ايموشنال افكت. نفس الكلام على اللاين بتاع الافق، شكله هنا عامل ازاي، الميه مع السماء والسماء ازاي لونها اصفر، في كل الحاجات اللي مش اللي شبه الحقيقه بس مش حقيقيه، ده يعتبر اكسبريشن عن شكل الحقيقه هاو دي فيل اباوت ات الارتست، وبيحاولوا يعبروا عن مشاعرهم دي ان هم يرسموا الحاجه with their feelings مش with their eyes. خلاص، حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ لا،
حد عنده كومنت لغاية دلوقتي؟ اوكي، عشان بس نراب اب قبل ما ندخل في المرحلة اللي جاية، عشان المرحلة الجاية بقى احنا دخلنا في مستوى تاني خالص بقى من التعبير عن النفس. احنا زمان خالص ما كانش الناس بتعبر عن نفسها اساسا، وبعدها ابتدى يبقى فيه رسم من الايماجينيشن، والرسم من الايماجينيشن ده كانت الناس بتعبر عن مشاعر، يعني مشاعرها او افكارها تجاه الحاجة اللي موجودة في الحقيقة، بس ما كانت بترسمه بطريقة يعني ما فيهاش اكسبريشن. هنا الحاجة يعني شكلها مش ديستورتد، الهدف منها مش انها تعمل اي ايموشنال افكت. وبعدين الناس ابتدت تعبر عن الايدنتيتي بتاعتها، هي بقى هي شخصيا انها ترسم نفسها بسيلف بورتري. سيلف بورتري ده كان فوتو رياليستيك عشان ما كانش فيه كاميرات، فكان بي ريبريزنت الاوتسايد بتاع البني ادم. لما الكاميرا تم اختراعها ابتدى يبقى فيه سيلف بورتري جديد، اللي هو الاكسبريشن سيلف بورتري، اللي هو السيلف بورتري بني ادم بيرسم نفسه زي ما هو شايف نفسه انسايد، او الايموشن بتاعته شكلها عامل ازاي، ومش بس نفسه من جوه هو حاسس بايه تجاه نفسه، هو حاسس بايه كمان من جوه تجاه الطبيعه اللي حواليه. وابتدى يعمل اكسبريشن للاليمنتس اللي حواليه في الحقيقه، زي السماء، الميه، النجوم، كل الحاجات دي كلها برسمها بطريقه ديستورتد. الديستورشن ده هدفه ايموشنال افكت، عشان يوضح للناس هو حاسس بايه ساعتها. كل ده حصل امتى؟ كل ده حصل لما كان العلم النفس ما كانش لسه اتطور قوي، ما كناش لسه فاهمين المايند بيشتغل ازاي. كل ده كان قبل سنة 1906. قبل 1906 كانت الناس متخيلة ان المايند او ان المشاكل النفسية او اي حاجة من الحاجات دي هي عبارة عن خلل في السوائل اللي في الجسم، زي ما قعدنا نقول اشرب مية، لا خد دواء مش عارف يجيب اسهال، خد مش عارف ايه، او يسحبوا منه دم عشان خاطر ايه يعالجوه. في 1906 حصلت الطفرة بقى في علم النفس. ساعتها في 1900 سيجموند فرويد قرر، يا جماعة يقول، يعني أول مرة حد في أي حتة في العالم يبتدي يقول يا جماعة على فكرة إحنا ال working of the mind بيتشكل من يوم ما بنتولد. إحنا عندنا حاجة اسمها subconscious، حاجة مستخبية جوه دماغنا إحنا مش شايفينها، بيتخزن فيها ال experiences بتاعتنا من يوم ما بنتولد وإحنا صغيرين، وكل trauma اللي إحنا عدينا بيها، والتروما دي والميموريز دي بترجع لنا وقت الأحلام. ولما بنصحى من النوم الكونشس مايند بيبقى هو المسؤول وبينسى الحاجات دي كلها، بس كل تصرفاتنا وكل مشاعرنا مرتبطة بما يسمى ايه السبكونشس ده، او الانكونشس مايند. دي كانت طفرة ساعتها في علم النفس لسبب بسيط، ان هم يعني قبل 1900 كانوا بيسموا البني ادم اللي هو عنده مشكله نفسيه ان هو alienated from himself، ان هو بقى غريب عن نفسه، وكان اللي بيعالجه اسمه alienist. بعد كده سيجمند فرويد اقترح على الناس ان يا جماعه ان احنا ممكن نبتدي عشان نعالجهم، احنا مش محتاجين نفتح في دماغهم ولا نديهم سوائل وادويه وحاجات كده، احنا محتاجين نعمل حاجه اسمها سايكو اناليسيس، ان احنا نتكلم مع البني ادم ونعمل له زي هيبنوتيك ستيت كده، يخليه ينام ويحلم ويحكي لنا الاحلام دي. ولما يجي يحكي لنا الاحلام دي احنا نحاول نترجمها هي بتدل على ايه جوه الكونشس السبكونشس بتاعه، ونبتدي بقى نحلل الصور دي، نبتدي نفكر هو ممكن يكون ايه التروما اللي كانت جواه في دماغه وهي عامله له المشاكل دي. ودي كانت طفره في علم النفس، لان قبل كده ما كانش حد بيتكلم مع حد، يعني قبل كده ما كانش اصلا حد شايف ان توك ثيرابي ده ثيرابي اساسا، هو ما فيش حاجه اسمها كده. سيجموند فرويد لما قال ان في حاجه اسمها سايكو اناليسيس، وقال ان كل الحاجات stored in our dreams، دي كانت طفره في علم النفس، وظهرت هي كمان في الفن. ليه بقى؟ لان دلوقتي الكتاب بتاع The Interpretation of Dreams بتاع سيجموند فرويد انتشر جدا، وبقت الناس يعني عندها مفهوم دلوقتي، بقوا فاهمين ان في حاجه اسمها conscious mind اللي هو حاجه صغيره جدا، وفي حاجه اسمها subconscious mind اللي جواه كل الاكسبيرينسز بتاعتنا، كل الدرايفز، كل التروما، كل البينفول ايموشنز بنخزنها فيه وهي بتتحكم فينا واحنا مش عارفين. فالناس كلها بقت يعني العلم ده بقى يعني سيجموند فرويد والكتب بتاعته ده بقى حاجه جنرال نوليدج الناس. فابتدت الناس الارتست لما يجوا يعبروا عن نفسهم يعملوا ايه؟ ابتدوا يرسموا their dreams. ليه؟ مش عشان خاطر سيجموند فرويد قال ان السبكونشس ده ما بيظهرش غير في الاحلام،
لما الاحلام بتاعتنا بيبقى فيها فيجرز بني ادمين معينين او اماكن معينه، كل حاجه من دي ليها معنى. فكان الارتست ابتدوا يرسموا their dreams، واشهر واحد كان بيرسم الدريمز بتاعته بالمنظر ده كان سلفادور دالي. سلفادور دالي ابتدى يرسم الدريمز بتاعته، ودي كلها على فكره كانت سيلف بورتري ليه، يعني هو سيلف بورتري، هو بيحلم بنفسه شكله عامل ازاي، وهتلاقي فيه حاجات بقى عجيبه جدا مش راكبه على بعض، اكنها دريم لايك سين. فدي حاجه اسمها اسمها سورياليزم. السوريل هو الحاجه الدريم لايك، يعني اتس سوريل. مثلا انا كسبت مليون جنيه عشان دي حاجه ولا في الاحلام خلاص، فكلمه سورياليزم جاي من سوريل، وسوريل ده هو زي الاحلام بالظبط او دريم لايك. فابتدت الموفمنت دي تظهر بعد ما سيجموند فرويد قال يا جماعه على فكره الاحلام دي بتكشف مكنوناتنا. فابتدت الناس بعد 1920 ابتدوا يرسموا الاحلام بتاعتهم في دريم لايك ايمجز، بتكسبرس الفيلينجز بتاعتهم بطريقه فيري يعني ملهاش اي علاقه بالفيزيكس، رولز اوف فيزيكس ولا السوسايتي رولز ولا اي حاجه. يعني اكيد البني ادم ده الشجره والعينين والحاجات دي كلها دي حاجه عمرها ما هتبقى موجوده في الحقيقه. نفس الكلام البني ادم بالشفايف بالرجلين بالمعزه دي، يعني كل الحاجات دي كلها بتديفاي اللوز اوف فيزيكس والجرافيتي وكل حاجه انت ممكن تتخيلها في الحقيقه، هم كانوا بيعملوا لها ديستورشن لان هم كانوا بيعبروا عن الاحلام بتاعتهم. كل الناس اللي هي اتأثرت بفلويد بالكلام بتاع فرويد وكده، اشهرهم كان سلفادور دالي، ابتدى يعني يعمل شويه رسومات كانت بالنسبه للناس طبعا ما كانتش مفهومه، بس هو ما كانش فارق معاه. ليه؟ لان هو كان بيشرح his own feelings inside عامله ازاي. خلاص، فكده احنا خلصنا الجزء بتاع الارتست. الارتست الاول كانوا بيعبروا عن الايماجينيشن بتاعهم، بعدين ابتدوا يعبروا عن نفسهم من بره، بعدين بقوا يعبروا عن نفسهم من جوه اللي هو الاكسبريشنست سيلف بورتري، بعدين ابتدوا يعبروا عن العالم برضو بطريقه اكسبريشنست، وبعد ما اكتشفوا بقى ان في حاجه اسمها سب كونشس ابتدوا يعبروا عن احلامهم عن طريق السوري الايمجز. ده كده يعتبر ايه زي تايم لاين ازاي الارتست ابتدوا يغيروا طريقه رسمهم بيزد على مفهومنا عن الوركينج اوف ذا مايندز عامله ازاي. حد عنده سؤال؟ طيب دكتور هذا صور شمال ليه؟ هو ازاي الناس من زمان ما كانوش فاهمين ان هم مثلا لو هم متضايقين لفترة طويلة او كده دي حاجة عادية، او اكيد مش شخص واحد اللي بيحصل له كده، يعني اكيد كلهم قال لهم فترة في حياتهم كانوا ازاي كانوا مش متقبلين الموضوع ده. على فكره هم الناس لغايه دلوقتي مش متقبلين الموضوع ده، معلش كمان. يعني هو كم مره كنت انت متضايقه مثلا وقلتي لمامتك انك متضايقه، قالت لك قومي صلي ولا قومي اقري قران، ما هم لغايه دلوقتي نفس الحكايه صح ولا لا؟ يعني اهالينا نفسهم لغايه دلوقتي كده ما زالوا مقتنعين ان مفيش حاجه اسمها يعني هرمونات في الدماغ ولا دوبامين، نقص دوبامين ولا نقص سيروتونين ولا اي حاجه من الحاجات دي خالص. هم ما زالوا لغايه دلوقتي شايفين ان على فكره انت بس قرب من ربنا شويه هتبقى كويس صح؟ هي نفس الفكرة بالظبط. زمان ما كانوش فاهمين الدماغ شغالة ازاي، لانهم اصلا ما كانوش عارفين ان السورس اوف الايموشنز والافكار والبيهيفير كله اصلا في الدماغ. عشان كده كنت بقول لك كانوا متخيلين الدم والميه والحاجات افرازات الكبد والحاجات دي كلها هي اللي بتاثر في التصرفات، ما كانوش متخيلين اصلا انها الدماغ هي السبب. فلما ابتدوا يفكروا لا ده هي ممكن تكون حاجه في الدماغ، وبعدين لا ده مش بس حاجه فيزيكال في الدماغ، دي حاجه سب كونشس في الدماغ اللي هي حاجه مش ممسوكه اساسا. فكل التطورات دي الناس اللي هي ما زالت لغايه النهارده بتخبط. يعني فرويد في 1906 لما طلع الكتاب بتاع السب كونشس، ساعتها كان فرويد مقتنع ان كل حاجه احنا فيها سببها التروما بتاعتك وانت صغير، كل حاجه حصلت لك وانت صغير هي السبب في انت فيه دلوقتي. ده كان تفكير محدود في الوقت ده. ليه؟ لان لما الناس ابتدت تتعالج ويتعمل لهم السايكو اناليسز وكده كانوا بيقعدوهم في مستشفيات زي المستشفيات العاديه في جوه عنابر كده. دي قصه جانبيه يعني بعيده عن المحاضره، بس عشان خاطر ايه نبقى فاهمين بس ازاي الدنيا تطورت. يعني
كانوا بيقعدوهم في عنابر. العنابر دي سقف عالي جدا، الناس كلها قاعده في سراير جنب بعض، كل الناس ما عندهاش فرصه ان يبقى عندها اي بيرسونال بيلونجينجز. انت مالكش اي حاجه في الاوضه بتاعتك، بتقعد على السرير بتاعك وحواليك 20 مريض تاني. وكان الهدف من الاوضه دي ان هو بس يقعدوهم فيها وياخدوا كل واحد منهم يطلعوا الجلسه بتاعته، سواء بتاعت السايكو اناليسيس ولا جلسه الكهرباء. يعني هما كانوا برضه بيجربوا في العيانين جامد قوي يعني. ف الكلام ده من امتى؟ الكلام ده من بعد فرويد لغايه 1960. ليه بقى لغايه حاجه و60؟ لان في حاجه و60 في بني ادم اسمه سومرز وواحد تاني زميله كانوا شغالين في مستشفى للامراض النفسيه، واكتشفوا ان الناس اللي بتيجي المستشفى بتاعتهم دي بتيجي عندها اعراض معينه، ولما بيقعدوا في المعنبر اللي هو فيه ناس كتير بالمنظر ده حالتهم كانت بتبقى اسوأ بكتير، وهم مش عارفين ليه. يعني ما احنا بنديهم العلاج وبنعمل لهم جلسات الكهرباء وبنكهربهم كل شويه، يعني مش فاهمين ليه الناس حالتهم بتبقى اسوأ. ابتدوا يعملوا تجارب في ان هم يغيروا شكل الانفايرمنت بتاعتهم، يغيروا شكل العنبر، ابتدوا يقسموا العنبر لاوض اصغر، بقى البني ادم عنده الاختيار ان هو يقعد مع الناس بره الاوضه ولا يدخل يقعد في اوضته لوحده، ما بقاش في صدى صوت عالي زي الاول، بقى البني ادم عنده حاجته البيرسونال. ابتدى يحس ان هو ايه ان كنترول شويه في الانفايرمنت بتاعته. في الاول كان حاسس ان هو زي المساجين، ما عندوش اي كنترول على اي حاجه، لو هو عايز يعزل نفسه مش هيعرف، لازم هي هاز تو سوشيالي انتراكت حتى لو هو مش قادر. فان سومرز والراجل صاحبه ده لما عملوا التجارب ابتدوا هم ساعتها اكتشفوا ان على فكره المرض النفسي مش بس من جوه وفي السب كونشس زي فرويد ما قال. هما الاثنين اعلنوا ان ساعتها يعني، وعملوا كتاب مشهور قوي يعني، قالوا ان احنا اكتشفنا ان المرض النفسي بيجي من جوه ومن بره، ان الانفايرمنت اللي البني ادم بيتحط فيها ممكن تاثر على حالته النفسيه عن طريق انها تسبب له توتر او تسبب له حاجات اللاك اوف كنترول، مفيش سنس اوف بيلونجنج، الحاجات دي كلها بتعمل ستريس على البني ادم او بتسبب له اصلا مشاكل. ودي كانت بدايه علم جديد اسمه انفايرمنتال سايكولوجي، او العلم اللي بيتكلم على تاثير الانفايرمنت على البني ادم. ودي حاجه مهمه جدا للاركتكتس انهم يدرسوها. انا كنت بدرسها بصراحه في انفايرمنتال، بس الماده اتلغت، شافوها انها مش مهمه. بس الماده دي كانت هدفها انها تقول لك ان اي خط انت بترسمه على اللوحه في حياه، في حد هيعيش جواه وهيتاثر بيها نفسيا. الالوان اللي انت بتحطها في الحيطان، يعني الحيطان على فكره لو انت عملت حيطه مثلا لونها احمر في مستشفى الناس هتتجنن، لان اللون الاحمر بيهايبر. انا عايزه الالوان باستيل اخضر وازرق فاتحين، بحيث ان الالوان البارده دي تخلي الناس تريلاكس. لو انت رحت عملت ديسكوتاك وعملت الحيطه لونها اخضر ولا ازرق باستيل، الناس هتبقى بترقص وهي مش قادره تتحرك من مكانها، لازم تعملها لونها احمر او اورنج عشان الناس تبقى مهيبره وتعرف ترقص وهكذا. فانت لازم تبقى فاهم ان الانفايرمنت اللي انت بتعملها ديزاين دي بتاثر على البني ادم في البرودكتيفيتي بتاعته، في الستريس ليفل بتاعه، في حاجات كتير جدا. ف هم ما كانوش فاهمين، ما كانوش عارفين، لدرجه ان فرويد نفسه كان متخيل ان كل الحاجات البني ادم المشاكل اللي عنده هي جواه هو بس، ومش مهم الانفايرمنت حواليه عامله ازاي. في 1960 لما طلع الكتاب بتاع ان الانفايرمنت ليه تاثير على السايكولوجي، لغايه النهارده في ابحاث لسه جديده بتتعمل وبتخلينا نكتشف ازاي الانفايرمنت بتاثر على البني ادم. وانا متاكده ان كمان 20 سنه هيطلع نظريه جديده بتقول على فكره احنا مش فاهمين اي حاجه عن الهيومن مايند اصلا، كل اللي احنا فاكرينه قبل كده كان غلط. تمام. طب دكتور كان سؤال، هو فلسفيكال شويه بس يعني انا اسال، هو احنا ليه مش بنبقى فاهمين بعض؟ يعني مثلا يعني حد متضايق لفتره طويله، اكيد اكيد هو قال لحد تاني، اكيد الحد التاني ده حصل له نفس الحاجه. هو يعني هو ليه الناس يعني مش بيجتمعوا مثلا ان احنا كلنا بيحصل لنا نفس الحاجه، فدي مش 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 مشكله او مش يعني حضرتك فاهم؟ بس ده assumption ان احنا فاهمين بعض. يعني بصي انا ما كنتش عايزه ادخل في المواضيع بتاعه الهيلث ايشوز، انا بتكلم بس على السايكولوجي والارت. بس في موقف كده حصل السنه اللي فاتت، فاكرين الراجل اللي انتحر من فوق البرج؟ الراجل ده يعني كان مأثر فينا قوي في الكلية، والطلبة كانوا بقى متضايقين وكان في مشاكل. فأنا في محاضرة من المحاضرات كنت دخلت لقيت الولاد قلبين وشهم، فقعدت اتكلمت معاهم شوية في فكرة ان احنا
المرض النفسي هو عبارة عن ايه، وازاي ان انت عندك level of hormones، 4 هرمونز معينين، وازاي ان انت لو الهرمونز دي قلت عادي you can reverse it، بين انت تلعب رياضة، بين انت تاكل شوكولاتة او شيبسي او اي حاجة من الحاجات دي. بعدين في ليفل تاني لا you have to reverse it بحاجات اقوى شوية. بعدين لو الهرمونات دي نزلت خالص you cannot reverse it من غير ادوية، وان ده حاجة people cannot control. المشكله يميها ما كانتش في اللي انا قلته، المشكله يميها ان كان في اختين توام قاعدين في المحاضره وقاعدين يبصوا لبعض، لان واحده من الاختين عندها اكتئاب والتانية مش مقتنعه، وتقول لها انت بتستهبلي او انت seeking attention. فدول اختين توام، اختين توام، وواحده بتعاني والتانية شايفاها بتستهبل. فيعني ام سوري، مين الناس اللي هتحس بمين؟ يعني ازاي احنا بنفترض ان كل الناس هتفكر بنفس الطريقة ولا هتحس ببعضها بنفس الطريقة؟ إذا كنا احنا أصلا بناخد المادة في الأول كنا بنتكلم على الـ empathy والـ sympathy وكده، وقلنا إن احنا كمهندسين احنا ما عندناش empathy، ما بقاش فاهمين اللي حوالينا. و في ناس طبعا مختلفة، يعني في ناس عندها empathy عالي من الأول وهم حاسين باللي حواليهم كويس، في ناس they have no clue، فما ينفعش نفترض إن هم متخيلين احنا حاسين بإيه، أو إن هم هيقدروا، أو إن هم هيقارنوا نفسهم بينا. تمام؟ تمام. انا رديت على سؤالك ولا قعدت ارغي كتير من غير فايده؟ لا انت رديتي على سؤالي وفتحتي اسئله كتير، بس بعدين ماشي. انا تخيلني استفدت يا دكتور بسرعه. طيب احنا بقى دلوقتي هنتكلم على العكس بقى، اللي هو السايكولوجي بتاع الفيور. يعني دلوقتي احنا اتكلمنا على ان ازاي الارتست بيعبر عن مكنوناته بطرق مختلفه، وازاي ان هو كان بيرسم نفسه بطريقة expressionist، أو إن هو بيرسم أحلامه بطريقة surrealist وهكذا. الفيور بقى اللي بيتفرج على الأرت ده، لو بصينا على اللوحة دي لوحة برضو من لوحة سلفادور دالي بتاعت الأحلام الغريبة بتاعته، الشخص الكائن الغريب ده اللي هو غالبا يعني برضو سيلف بورتريه لنفسه، يعني مربوط كده بالعصيان الخشب وبتاع. لو دول الناس اللي بيتفرجوا على اللوحة هتلاقي إن ده بيقول إيه العبط ده، هتلاقي مثلا ده بيقول اجري يا مجدي، اللي هو خايف من اللوحه اساسا، ودي مثلا بتقول ايه ده، الله 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 يا محمد الله مثلا، وتلاقي ده مثلا بيقول يا ترى هو كان قصده ايه، وتلاقي مثلا الست دي مثلا بتقول حاجه خمسه خالص، اللي هو انا يعني ايه القرف ده، انا محتاجه اروح اعمل غدا مثلا خلاص. فهتلاقي ان كل واحد فيهم جات له ايديا وجاله ايموشن مختلفين بيزد على اللي هو شايفه. وده بالظبط زي اللي احنا عملناه في الاول خالص، فاكرين اللي في الاول خالص لما جوريتكو الصور دي؟ الصور دي عبارة عن ايه؟ ده تيست اسمه الرورشاك انك بلوت تيست، عبارة عن ورقة بيحط عليها نقطة حبر، نقطة من لون واحد او من كذا لون، وبعدين بيتنوا الورقة بالنص، فنقطة الحبر بتتفعص في بين الورقتين وتعمل شكل خرافي. شكل خرافي معناه ان هو مش شكل مش مقصود، مش مرسومة، ده هو بس حط نقطة حبر وراح قافل عليها وعملت الشكل ده. فبالتالي هي الاشكال دي اصلا مش حاجه ستاندرد اصلا، ده هو بدا الموضوع بس ان هو بيحط الانك نقطه الانك في الورق. وبعدين ابتدى التست ده بعد موضوع فرويد لما قال على موضوع اللي هو السايكو اناليسيس وكده، ابتدوا يستخدموا الورق ده في التشخيص بتاع الامراض، وما كانش في يعني موديل انسر ابدا. كان الدكتور اللي هما بيدي صور المريض ما كانش بيفرق معاه هو شاف ايه بالظبط، هو كان بيفرق معاه هو شاف السوليد ولا الفويد. يعني لو بصيتوا على دي، اللي شاف الباليرينا هو كده بيبص على الابيض مش بيبص على الاسود، واللي شاف الـ مثلا الجاردن الفس النومز ده شاف الاسود بالاحمر بالالوان بعلاقتها ببعض. في حد تاني مثلا هنا شاف حاجة مزدوجة، أو شاف حاجة واحدة وحاجة تانية واقفة قدامها، في حد شايف التفاصيل، في حد شايف الهول، في حد شايف علاقات حاجات ببعض. فكل واحدة من دول، كل طريقة حد فينا شايف بيها حاجة بتدل على حاجة في السايكولوجي بتاعته، المفروض ان الدكتور يكون قادر يعني يلاقي لها تفسير. انا طبعا معرفش التفسير هو ايه، لان انا ما درستش الجزء ده من السايكو اناليسيس، بس هو المفروض ان الكتاب بتاع الرورشاك تيست بيشرح ان لو بني ادم مثلا
شاف الحاجه از از هول، ده معناه ان هو مثلا ايه بيجنور التفاصيل، ولو هو بيجنور التفاصيل يبقى في حياته عنده مشكله في كذا 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 وهكذا. فبالتالي هو بيبقى مجرد بس انديكيشن للبني ادم ممكن يكون دماغه بتشتغل ازاي. طيب نيجي بقى نتكلم على الفيور. احنا اتفقنا ان الفيور كل واحد فينا هيشوف الارت بطريقه مختلفه حسب احساسه الداخلي، فانا ما اقدرش ابتدي افصص الناس او ان انا يعني اعمل لهم كاتيجورايزيشن، ده بيشوف الفن بطريقه صح، ده بيشوف الفن بطريقه حزينه، ده بيشوف الفن بطريقه مبهجه. خلاص احنا خلاص احنا عرفنا ان مفيش طريقه واحده ابدا نبص بيها على الفن. لكن الفن طلع مفيد قوي للناس اللي هي مش ارتست، اللي هم الفيورز، بعد ما بيشوفوا لوحه او بعد ما بيشوفوا حاجه التعبير عنها، يا اما بان هو يحاول يعني يرسمها من وجهه نظره او ان هو يحاول يتكلم عنها، كان مفيد قوي. يعني لو انت شفت صور وابتديت تتكلم عن الصور دي اديتك احساس بايه، ده هيساعد جامد جدا البني ادم اللي بيعالجك في ان هو يفهم دماغك شغاله ازاي. مش بس كده، ده لو اداك ورقه وقلم، الورقه والقلم دي بيعتبر حاجه من حاجات اللي هي اسمها الارت ثيرابي، ان انا ببقى دماغي كلها فيها حاجات انا مش قادر اتكلم عنها واوصفها بكلمات. ودي كانت مشكله جامده جدا في السايكو اناليسز، ان مش كل الناس عندها الفوكابولري اللي يقدر يوصف بيها مشاعره، ومش كل الناس عندها يعني تفهم لمشاعرها. في ناس حاسه بحاجه وهي مش فاهمه هي حاسه بايه، او مش فاهمه هو الاحساس ده اسمه ايه. فكان الحل ان هم يبتدوا ياخدوا الورقه والقلم دي، يبتدي يطلع الحاجات اللي في دماغه على الورقه، ايا كانت الشخبطه دي شكلها عامل ازاي، ويحس في الاخر بان هو بالريليف ان هو خلاص الحاجات كلها، الافكار اللي كانت جوه دماغه طلعت كلها على الورق. طبعا الارت ثيرابي انواع كتير وطرق كتير، يعني واحده منهم مثلا انت تديله حاجه يرسم بطريقه ما فيهاش زي ايه instructions، خد ورقه فاضيه وارسم اللي انت عايزه باي لون باي شكل. في حاجات تانية ما بتبقاش كده، في حاجات تانية بتبقى ليها قواعد. يعني مثلا هنا في حاجه اسمها الفيلينجز ويل. الفيلينجز ويل دي هي عباره عن ويل فيها الرينج بتاع الايموشنز بتاعتنا. احنا عارفين احنا عندنا بيزك ايموشنز زي الفيلم بتاع انسايد اوت، البيزك 5 ايموشنز البني ادم بيتولد بيهم كانوا جوي وسادنس وفير وديسكاست وانجر. دي الفيلينجز الاساسيه الخمسه، وبعد ما بنكبر كل شويه الفيلينجز دي بتجد تعقيدا اكتر، يعني بيزيدوا الاساسيين بيزيدوا والاصليين بيتفرعوا. يعني مش بس ببقى ساد، ببقى ساد ممكن ابقى ساد ديبرست، ممكن ابقى ساد هيرت، ساد جريفينج وهكذا. لو خدت بالكم في اخر الفيلم بتاع انسايد اوت، البورد اللي هما كانوا بيتحكموا بيها المشاعر ابتدت تكبر وتزيد وبقى فيها زرار اكتر، لان بني ادم هو فعلا لما بيكبر بيبقى يعني المشاعر اللي عنده اكثر تعقيدا من العيل الصغير اللي هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بياكل وينام. انا جعان بعيط، انا رجلي وجعاني بعيط برضه، هو ما عندوش اوبشنز ثانيه، الاكل مش عاجبني ايو، او ان انا حد خد اللعبه بتاعتي هعيط. فده الاطفال الصغيره بيبقى عندهم بيزك ايموشنز بس. بس كل ما البني ادم ما بيكبر البيزك ايموشنز بيزيدوا وبيتفرعوا لحاجات فرعيه اكتر بكتير. طيب لأ انا ازاي استغل ده في الارت ثيرابي؟ ازاي اعالج الناس عن طريق ان انا اخليهم يعبروا عن المشاعر دي؟ ان انا بديهم دايره اللي هي الفيلينجز ويل، وبقسمها مثلا لمجموعه من الفيلينجز ايا كان بقى. هم هنا مثلا هم عاملينهم 8، الهابينس والسادنس وكم واحده كمان هم مش واضحين قوي في الصوره مبكسله. بس الايموشن كولرنج ويل عباره عن ايه؟ عباره عن انت بتدي له سيجمنت وهو المفروض ان هو يعبر عن الجوي هي ايه والسادنس هو ايه والخوف هو ايه والانجر هو ايه، وهتلاقي الناس ابتدت ترسم اشكال مختلفه بالوان مختلفه في كل دايره. ودي برضو من الحاجات اللي بتخلي الناس ان تاتش مع المشاعر بتاعتها. ليه ان تاتش مع المشاعر بتاعتها؟ لان هم ما كانوش متخيلين نفسهم ان هم شايفين الانجر بالطريقه دي او شايفين السادنس بالطريقه دي. هي هنا بتخلي البني ادم اوير بنفسه اكتر. مش بس كده، مش بس الايموشن ويل دي، ده كمان في اكسرسايزز للفاميليز. يعني مثلا لو اب وام واطفال والفاميلي دي فيها مثلا مشكله، او الاطفال مثلا اكتنج اوت او عندهم مشاكل، الثيرابيست بيعمل ايه؟ بيقعدهم مع بعض على لوحه واحده، واللوحه بتعدي عليهم
كل واحد بيعمل اضافه على اللوحه وبيوديها للي بعده، يعمل اضافه تانية على اللوحه هي نفسها، لغايه ما بيطلعوا ارت وورك في الاخر شكله مش شرط يبقى حلو، بس ده بيعبر عن الفاميلي از يونت، مش بس على كل بني ادم لوحده بيرسم ازاي. في اكسرسايز تاني برضو بيدوا لكل واحد ورقه بيرسم فيها حاجه، وبعدين الورق ده بيلف عليهم يعني يرسموا على لوح بعض بطريقه تخلي الاطفال يقدروا يعبروا عن مشاعرهم تجاه الاباء بطريقه ما تجرحهمش. يعني مثلا لو انا مثلا عندي تين ايجر دي كل شويه عايزه تشتم مثلا، خلاص، او انها عايزه تتخانق مع ابوها او عايزه تعمل اي حاجه، لو انا اديتها اللوحه بتاعت ابوها هي ترسم فيها، هي هتعبر عن مشاعرها تجاه ابوها في اللوحه من غير ما تحتك بيه، من غير ما تتخانق معاه، من غير ما يعني تعمل مشاكل. فدي كلها طرق ليه ان البني ادم يطلع مكنوناته الداخليه عن طريق الارت. فالارت طلع مفيد قوي. يعني في الاول كنا متخيلين بس ان الارتست هم اللي بيعرفوا يعبروا عن مكنوناتهم، طلع ان الفيور مش بس بيشوف الارت بطريقه مختلفه وبتعبر عن نفسه، هو كمان بيقدر يرسم الايموشنز بتاعته، حتى لو هو مش عندوش القدره على الرسم بس الى حد ما بيقدر ينفس عن مكنوناته عن طريق الرسومات بالطريقه دي. في حاجات تانية كمان ليها علاقه بالارت ثيرابي زي مثلا المندلا والكالرينج بيجز بتاعت الادلت، انتشرت قوي من كام سنه كده فكره ان الكالرينج بوكس الكبار ماسكين كالرينج بوكس وبيعملوا بيلونوا. طبعا في الاول كان في تريقه جامده على الموضوع ده، بعدين قالوا لا دي هي بتعمل حاجه اسمها دي ستريس، ان انت بتبقى طول النهار قاعد في الشغل ومتوتر، وده انت بس بتبقى محتاج جس نص ساعه كده تلون، تطلع فيها شويه الطاقه اللي عندك وتحس ان انت كرييتيف وتشحن طاقتك تاني. نفس الكلام بالنسبه للاطفال اللي هم طبعا عندهم الاي دي اتش دي والحاجات اللي هي فرط الحركه والانتباه، الارت ثيرابي من اكثر الحاجات اللي بتساعدهم برضو يفهموا نفسهم او ان هم يبقوا ان كنترول اوف ذير اكشنز. طبعا ده مع الادويه، لان الارت ثيرابي في حد ذاته مش كافي ان هو يعالج المشاكل، لان في بعض الامراض بتبقى فعلا محتاجه تدخل كيميكال بلس التدخل اللي هو بتاع الوعي والاستبصار. اسمه الوعي والاستبصار ليه؟ لان البني ادم اغلب الوقت مبقاش فاهم نفسه هو حاسس بايه، unless ان هو اتواجه بيها او ان هو قرا حاجه او رسم حاجه او حد اتكلم معاه عشان ينور له لمبه في دماغه، يبتدي يكتشف تخيل انا فعلا كنت بعمل كده عشان انا اصلا متضايق من حاجه تانية، بس انا بس طلعت مثلا في زميلي في الكليه، مع ان اصلا اللي مضايقني اساسا سواء الميكروباص بتاع الصبح، بس عشان انا ما عرفتش ارد على سواء الميكروباص رحت مطلعه كله على زميلي، ما هو بقى ايه يعني الحيطه المايله او يعني هو بقى جه في سكتي وخلاص. مش ده بيحصل دايما؟ اغلب الوقت انت بقى مش مدرك انت ليه بتعمل كده في زميلك، لغايه ما حد بيبوينت اوت هو انت ايه اللي مضايقك تاني خلاك تعمل كده، وتبتدي تكتشف ان انت عندك حاجات كتير جوه دماغك انت ما كانش عندك وعي بيها. فالوعي والاستبصار من اهم التولز اللي انت ممكن تعرف نفسك بيها هي فكره ان انت ترسم اللي انت حاسس بيه. في اكسرسايزز كتير موجوده اونلاين، يعني حاجات سيرتيفايد انها معروف انها بتساعد الناس في فهم مشاعرها زي الايموشن ويل وفي حاجات تانية، بس انا ما جبت بس ده كان اكزامبل. الخلاصه ان الارت وعلاقته بالسايكولوجي علاقه قويه جدا، هو بيفهمنا ليه الناس بترسم بالطريقه دي كارتست، وبيساعدنا احنا كمان نعرف نفسنا ومشاعرنا، وبيوضح لنا قد ايه ان احنا بني ادمين مختلفين، كل واحد فينا ممكن يشوف نفس اللوحه ويحس باحساس مختلف تماما. احنا كده خلصنا النهارده، احنا بس كنا النهارده بنتكلم على ان ازاي فور ذا ارتست هو كان الارت طريقه ان هو يطلع السبكونشس بتاعه على الورق والايماجينيشن بتاعه على الورق، وفور ذا فيور ازاي ان هو الارت بيدينا ديفرنت ايموشنز وبيساعدنا نفهم our own issues عن طريق ان هو بيساعدنا في الدياجنوسس at the same time بيساعدنا في الثيرابي. حد عنده سؤال؟ هو السكوت ده يخوف. شكرا يا دكتور. السكوت ده يخوف. احنا بنسكت ما عندناش اسئلة يعني. ما هو مش شرط يكون ما عندكوش اسئلة، ممكن يكون يعني الموضوع صعب قوي لدرجه انتوا مش قادرين تستوعبوه او محتاجين وقت تو بروسس اللي اتقال مثلا او اي حاجه، يعني في اسباب تانية كتير للسكوت. لا مفيش حاجه، ما انا عشان كده ببقى عايزه اشوفكم، يعني انتوا تخيلين انا في المحاضره ببقى دايما شايفه الناس، وكل ما بتكلم انا ببقى شايفه ملامح وشوشكم عامله ازاي، وببقى شايفه مين اللي وقع مني ومين اللي مش فاهم ومين اللي تاه، فببقى عارفه امتى اقول اكزامبل زياده امتى اعمل حاجه كده، لكن وانا مش شايفاك اونلاين الموضوع صعب جدا جدا يعني. هو طبعا الرد ده ما ده اللي متاح بقى الايه ده؟
مش سامعك. طبعا يفضل ان يبقى محاضرة يعني ان كامبس، بس ده اللي متاح خلاص. طيب حد عنده سؤال او حد عنده تعليق او اي حد عنده اي افكار من اي نوع؟ It's a safe place عامة يعني، عشان تبقوا فاهمين I will never judge any one of you، وانتم برضو المفروض you never judge each other عشان تبقوا فاهمين يعني، احنا كلنا فينا اللي مكفينا يعني. للدرجة دي صدمة؟ لا بالعكس يا دكتور، الليكتشر لذيذة جدا عامة. بس يعني هو انا كان عندي سؤال بسيط يعني. هو ممكن كل المشاكل اللي ممكن يعني كانت بتحصل بينا ممكن بسبب ميس كوميونيكيشن، ولا ده سبب حاجة تانية؟ هو انت بتتكلم على ميس كوميونيكيشن ما بين اشخاص وبعضها، ولا بتتكلم ميس كوميونيكيشن بينك وبين نفسك؟ عشان مثلا يعني حد مثلا يحس بالتاني او يكون عنده مثلا احساس ان هو انا خلاص فهمت قصدك، ده بسبب يعني الميس كوميونيكيشن ولا ايه بالظبط؟ طيب يعني هو السؤال مش واضح قوي، بس انا هحاول يعني على قد ما فهمت انت قصدك ايه. هو عايز اقول حاجه تاني قبل ما اقرر اتكلم؟ اوكي. دلوقتي نفس الرد اللي انا كنت لسه برضو من شويه على الاختين التوام، اللي هم الاثنين توام والاثنين مش فاهمين بعض. ف انا كان قصدي على دول بالظبط. ما هم دول اكزاكتلي. لو انت متخيل ان الاثنين التوام ما بينهم مش ميس كوميونيكيشن، هم بينهم كل واحد ليه مشاعره وكل واحد عنده احساسه، وكل واحد مش هيحس عمره باحساس التاني ابدا حتى لو هما توام. ففي ليفل من الكوميونيكيشن احنا بنقدر نتعامل عليه، وفي ليفلز اعمق بقى اللي هي بتاعت الاحساس دي، صعب ان احنا نعبر عنها وصعب ان اللي حوالينا يفهمها. عشان كده الارت بيبقى مهم، زي ما كنت بقول لكم من شويه فكره ان الناس زي مثلا البني ادم ده، في ناس عندها مشكله في شرح ووصف مشاعرها او مش فاهم الشعور ده ايه. يعني في ناس مثلا عندها مشاكل مع والدها، عندها دادي ايشوز، بس هي عمرها ما اتحطت في موقف انها تبتدي تفكر يا ترى هو بابا فعلا السبب في اللي انا بعمله ده، هل انا فعلا ام بيكامينج ماي فادر ولا لا. الناس دي ابتدت يعني ما ابتدتش تفهم نفسها غير لما ابتدت ترسم او تطلع الافكار دي على الورق. فلو انت نفسك مش فاهم نفسك، ازاي تتوقع اللي حواليك يبقوا فاهمينك؟ فاحنا لازم نبقى بس فاهمين ومتخيلين ان الكوميونيكيشن بيننا وبين اللي حوالينا بيبقى على ليفل سطحي جدا، ليفل شالو جدا، محدود كمان بقدرتنا على اختيار الكلمات. فالتواصل ما بينك وبين حد والكوميونيكيشن بينك وبين حد، توقع دايما ان هو لازم هيبقى فيه عجز، لان انت عمرك ما هتلاقي الكلمات اللي بتوصف 100% اللي انت عايزه، ومش شرط ان اللي قدامك يفهم الكلمات دي زي ما انت حاسسها. فانت لازم تفترض ان دايما هيبقى فيه ميس كوميونيكيشن، لان دايما الكوميونيكيشن بيبقى على ليفل سطحي جدا، من مش على ليفل المشاعر اللي جوه. واذا كان البني ادم نفسه مش فاهم نفسه، هيفهم اللي غيره ازاي؟ صح؟ لا دي الدنيا دخلت في بعض خالص. على فكره ده سبب ادعي خلينا يعني نستحمل بعض اكتر، لسبب ان احنا محدش فينا دريان باللي بيحصل جوه دماغ التاني. ف يعني بي كايند، بس يعني فكره ان هو الناس كلها ممكن تكون بتعدي بمشاكل ومش قادره تعبر عنها، هي اصلا نفسها هي نفسها مش فاهماها. ف يعني نديهم بس ايه كده مساحه، ما نضغطش على حد، يعني ما نضغطش حد عشان يعمل حاجه غصب عنه واحنا مش عارفين هو حاسس بايه. ما فيش مانع ان انت تسال بني ادم ده، يعني عايز مور تايم، عايز في حاجه اقدر اعملها لك، اوكي كل ده كويس، لكن بس دو نوت جادج البني ادمين وانت مش فاهم هم حاسين بايه، مش اكتر يعني. شكرا. طيب حد تاني؟ وعلى فكره موضوع الكوميونيكيشن ده عشان تبقى فاهم، تلات ارباع حالات الطلاق بيبقى سببها كده، ان أيوة. الست بتبقى متخيله ان الراجل فاهمها بس هو مش فاهم حاجه، او الراجل بيبقى متخيل الست فاهماه برضه مش فاهم حاجه. فيعني يعني مش بس التوأم، احنا بنتكلم على الناس اللي هم علاقتهم قويه جدا ببعض برضه مش هيبقوا فاهمين بعض، لان كل واحد فيهم حاسس بحاجه عمره ما هيعرف يوصفها للتاني. الكوميونيكيشن بيبقى في الحاجات السطحيه جدا، يعني مثلا عارفين الكونشس مايند والسبكونشس مايند، دي الحاجه اللي احنا بنقدر نوصلها بالكوميونيكيشن بتاعنا، ودي الحاجات اللي احنا حاسين بيها اللي احنا عمرنا ما هنعرف نتكلم نشرحها بالتفصيل. يعني مش كده دكتور، اصلا حتى لو انت سالت حد قلت له مالك ولا ايا كان، هو بيكون يعني بيكون جواه كلام كتير بس هو مش عارف يقوله، بس ممكن يقول لك لا خلاص ما فيش حاجه.
يعني فدي برضه دي حاجات ممكن تسبب ميس كوميونيكيشن وناس كتير يعني تسيب بعض. دي حقيقة. وبعدين عشان تبقى فاهم برضو دي مشكلة الناس اللي هي عندها امباثي عالي. الناس اللي عندها امباثي عالي بيقدروا يعني يتواصلوا مع اللي حواليهم على مستوى الايموشنز، وحاسين بيهم فعلا ومتأثرين بيهم، واغلب الوقت مش عارفين يتصرفوا ازاي بالمعرفة اللي هم عرفوها دي. يعني انا خلاص انا عرفت ان البني ادم ده متضايق بس مش عارف اعمل له ايه، فده بقى دايما شايل هم البني ادم، يعني حمل فوق الحمل اللي اصلا اللي انا عليا اساسا. فالناس اللي عندها امباثي عالية في الزمن ده بيعانوا معاناة صعبة جدا، لأن هم بيبقوا حاسين باللي حواليهم في نفس الوقت مش عارفين يعملوا لهم ايه، بيبقى عليهم بيردن اكتر من البيردن بتاع الحياة الطبيعية اللي هو الشغل والحاجات التانية. بقى يعني علاقاتهم الشخصية كلها متأثرة بفكرة ان هم سنسيتيف قوي لمشاعر الناس اللي حواليهم، بيحاولوا دايما يعني ووكينج اون ايج شيل حواليهم عشان ما يأذيش مشاعر حد وكده يعني. فدي برضو نوعية الناس اللي لازم ايه نقدرها ونحترمها جدا، يعني اي حد هيفهمك ويحس باللي انت حاسس بيه ده يعني قدره تقدير عظيم، لان مش هتلاقي زيه. فعلا والله. طيب حد عنده اي حاجة تانية؟ طيب الناس بتاعت لار وانفر، الموضوع ده بارتيكولري مهم جدا بالنسبة لكم كعمارة، لان احنا بنكريت الانفايرمنت اللي الانفايرمنت دي بتأثر على البني ادم في الاخر، بتجيب له امراض نفسية. وانا اعرف اركيتكتس كتير مشهورين كانوا سبب في امراض نفسية لليوزرز اللي كانوا عايشين في المكان. فلو حد عنده اي اسئلة ليها علاقة بالديزاين وبتاع الانفايرمنت والسايكولوجي، يعني انا حاليا بكتب كتاب في الموضوع ده هبقى انشره معاكم، بس لو ان كيس الكتاب ما شافش النور حد عايز يسأل اي سؤال تعالوا اتكلموا معايا. اوكي اوكي يا دكتور. طيب يلا احنا لو حدش عنده سؤال بقى ممكن تنطلق الدرجات. انا كده كده عشان نعم دكتور. نعم انا عندي، هو مين الاركتكت المشهورين اللي كانوا عملوا مشاكل نفسية في الناس؟ في كذا واحد، في مثلا ميس باندروا، وفي زايا حديد، و لوكوربيزيه، التلاتة عملوا مشاكل نفسية للناس. التلاتة اكزامبلز دول، زها حديد مثلا عملت، دي كان ده كان اكزامبل مسخرة جدا، عملت فاير ستيشن بتاعت الحريق، وعملت الأسقف كلها مايلة وبتاع، وبعدين عملت مشكلة جامدة جدا انها الأسقف المايلة دي كانت بتخلي الفاير فايتر هما بيجروا بسرعة عشان يلحقوا الحريقة وكده، كانوا بيجروا وبعدين يوطوا عشان خاطر احساسهم ان الحيطة هتقع عليهم، وهم بيجروا ويوطوا كانوا بيتكعبلوا وبتحصل لهم اصابات جسديه وما كانوش بيلحقوا الحريقه في الاخر. من كتر ما هو الديزاين ما كانش فانكشنال ملائم للاحتياجات بتاعت الناس دي، وفي الاخر الفاير ستيشن دي اتقلبت متحف لانها ما كانتش شغاله خالص. ميس فان دروا ودي كوربيزيه الاثنين كانوا عاملين ريزيدنس، الريزيدنس ده كان المفروض ان هو بقى عاملينه بقى بالافكار المودرن بتاعتهم بقى والطرقعه ومش عارف ايه. المبنيين اتهجروا، واحده منهم الست اللي هي بتاعت الجلاس هاوس اللي كان عامله ميس باندرو رفعت عليه قضيه، لان اللي هو كان عامل افكار بقى وحاجات ومش عارف ايه، وكان مبهدل لها البرايفسي بتاعتها. الاسقف الغريبه اللي هو كان عاملها كانت بتدخل النور بتصحيها من النوم الصبح قبل ما يعني قبل ميعاد صحيانها. الحاجات اللي هي كانت عاملينها عشان الشكل كانت بتخلي المبنى مش افيشنت، هيت افيشنت، والست كانت قاعده طول الليل بتكتك من الساعه ومش مهما شغلت الدفايه ما بيحصلش فرق. فكانت الست جالها انهيار عصبي ورفعت عليه قضيه من كتر ما هو هي كريتد انفايرمنت شكلها حلو قوي من بره بس من جوه ديس فانكشنال انفايرمنت لدرجه ان الست جالها انهيار عصبي فعلا يعني. بس ف لا يعني الموضوع لطيف قوي بجد لما تكتشف ان انت عندك مسؤوليه كبيره جدا كديزاينر ان انت يكريت حياة البني ادمين اللي هيفضلوا عايشين في المكان ده يوم واتنين وسنة واتنين وعشرين سنة لقدام. فتخيل حاجة من اتنين، يا اما الناس هتدعي عليك بيت عمرها حسبي الله ونعم الوكيل في العمل الديزاين ده، يا اما الناس هتشكر ربنا ان هي قاعدة في مكان مريح وبيساعدها انها تقضي الفانكشنز بتاعتها. بس خلاص بالنسبة للأسايمنت. طيب دكتور عندي كمان سؤال. اسألي أسأل ولا؟ اسألي اسألي. طب دلوقتي مثلا لو في مثلا حد
مكتئب وهو عايش مع حد تاني زي ما حضرتك قلتي ان هو موضوع ان في طلاق بسبب مس كوميونيكيشن. بس هو بيبقى لو حد مش فاهم حد تاني، طب هم حاولوا مثلا ان هم فضلوا مش فاهمين بعض، هم يعني هيتطلقوا ولا بيبقى في ان هم possibility ان هم actually يفهموا بعض؟ ماشي. بصي، هو يعني السؤال مركب، لان في احنا اتفقنا زي ما قلنا ان البني ادمين مختلفين، واتفقنا ان كل واحد الوركينج اوف ذا مايند بتاعته مختلفه، وقدره البني ادمين على الامباثي مختلفه، وتحمل الاخر برضو، مش كلنا عندنا نفس التولرنس لتحمل مشاكل الاخر. فلو احنا بنتكلم على اتنين عايشين مع بعض، هيبقى عندنا 100 different scenarios based على مين الاتنين دول، بيزد على المشاكل اللي عند كل واحد فيهم، او بيزد على قدره اي حد فيهم في تحمل الاخر يعني، او فهم الاخر. فاحنا ما ينفعش نقول الاجابه كده في المطلق، هو ما المفروض يعملوا ايه. هم المفروض يعملوا اول حاجه يعملوها طبعا هم يروحوا to seek therapy او professional help. الثيرابي ممكن يكون للبني ادم بس اللي عنده اكتئاب، او ممكن يكون للاثنين مع بعض as couple counseling يعني. وده الحل الوحيد عشان خاطر بعدها يبقوا عندهم الوعي الكافي يعرفوا المفروض يعملوا ايه. وليه بقول لك كده؟ لان انا شفت حواليا حالات كتير قوي من الموضوع ده. في بعض الحالات فشلوا ان هم يقدروا يتعاملوا مع بعض حتى بعد ما يعني، في مثلا واحده اعرفها الزوج اتعالج من الاكتئاب بس هي ما كانش عندها قدره انها تستحمله اكتر من كده. في ناس تانية بقى لها 15 سنه متجوزين رغم ان في حد من الاثنين بيعاني من الاكتئاب، بس هو بيسيك هيلب بروفيشنال هيلب، التاني برضو بيستحمل شويه. فهي الديفر من كابل لكابل لكابل بيز على الفروق الشخصيه ما بينهم. الحل الوحيد ليهم كلهم هو سيكينج بروفيشنال هيلب. ودي مشكله تانيه عندنا في مصر اللي هي الستيجما، او ان عيب قوي ان الناس تروح تسيك بروفيشنال هيلب للمنتال ايشوز، واحنا طول ما احنا شايفين انها مشكله وعيب قوي وما يصحش عمرنا ما هنتعالج يعني. احنا المفروض دلوقتي انه نورمالايز فكره الناس تسيك ثيرابي، لان اصلا الحياه في المدينه صعبه. مش انا بقولك في المدينه يعني، الحياه اصلا في الاوربن انفايرمنت بتسبب لك هاي ليفل اوف ستريس فظيع بسبب الترافيك، البوليوشن، النويز، حاجات كتير جدا حواليك اصلا بتخليكي اريتيتد. فيا اما تعزلي تروحي تعيشي في الريف، يا اما تروحي تسيك ثيرابي. فلازم نورمالايز فكره الثيرابي ده. رديت عليكي كده؟ ايوه دكتور، شكرا.